الشركة دايما دايما في الأمان. في البداية برحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وأكيد وحشني كتير جدا. خلوني أشرح لحضراتكم في البداية نوعية البرنامج. شفتونا في برنامج الكرة والجماهير بنقدم أمور كتير جدا تخص الجمهور، مجلس الإدارة، جميع الألعاب الجماعية داخل النادي الأهلي. المرة دي هننزل من اسكندرية لأسوان، هنكون معاكم، هنسمع آراء كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. احنا بنتكلم في ملايين من الأهلوية بيعشقوا النادي الأهلي، بيستنوا أي مباراة في سلة، في يد، في طايرة، في كرة قدم. ده واجب علينا كبرنامج اللي احنا نروح للأهلوية وننزل معاهم ونعمل حوارات معاهم ونتكلم معاهم، واللي هتقولوه هو اللي هيتعرض، سواء انتقاد أو سواء إيجابيات أو سواء سلبيات. زي ما قلت لحضراتكم مرة تانية، ده واجب علينا. نوعية البرنامج كمان فكرة النادي الأهلي العظيم اللي كل الأهلوية بيحبوه وبيعشقوه، هي فكرة النجم الأوحد. أنا بقول لأ، في كل فرقة، في سواء في اليد، في الطايرة، في السلة، في الألعاب الجماعية، في الألعاب الفردية، دايما الإعلام بيتعامل في الجيل دوت النجم فلان الفلاني والنجم فلان الفلاني. في برنامجنا مفيش الكلام ده، كل واحد تعب بتشيرت النادي الأهلي وأخلص للنادي الأهلي وأخلص لجماهير النادي الأهلي هيكون معانا، إحنا اللي هنروح له، وخصوصا الأجيال اللي هي رفعت اسم النادي الأهلي. هتشوفوا الكلام ده من النهاردة، بس أنا بأكد على فكرة البرنامج. فكرة البرنامج، البرنامج ده صوت الأهلوية. لما بتقولوا الكلمة دي على الصفحات الأهلوية أنا ببقى سعيد جدا وببقى فخور بيكو جدا، وببقى كل يوم بحس أنا وفريق العمل اللي معايا اللي بيبذلوا مجهود كبير من قبل ما نطلع النهاردة على الشاشة، بيبقى عندنا طاقة إيجابية غير طبيعية. اللي احنا لازم نروح للأهلوية كل مكان، مش الأهلوية الجماهير بس، كمان نجوم النادي الأهلي الأجيال الجديدة ما تعرفهاش. في أجيال حققت إنجازات وبطولات ورفعت اسم النادي الأهلي لفوق، واجب علينا اللي احنا نروح لهم ونكرمهم. والفكرة بتاعتي اللي أنا بتكلم فيها دايما وبأكد عليها كل مرة، إن في أجيال أو نجوم أو مؤسسات أو بتتكلم على التكريم. بنكرم دايما النجوم لما تبقى مش معانا، لما بيفتكرها ربنا. طب ما هم عايشين، اللي عايش وسطنا احنا نروح له ونكرمه. ده هدف من اهداف البرنامج. بنساند النادي الاهلي في الحق، بنساند النادي الاهلي لما بيبقى فيه غلط علينا اللي احنا، او في الاعلام بشكل عام لما بيبقى فيه كلام غلط على النادي الاهلي، او بعض الامور اللي ما فيهاش اي اساس من الصحه. في برنامجنا هنا هنصحح الامور بدون ما يبقى في مشاكل، ما يبقى في صراعات، صدامات. واللي انا باكد عليه في اولى حلقاتي النهارده، كان لينا بعض الاخطاء، وبعض الاخطاء لازم نتعلم من الماضي، ما ينفعش اللي احنا نكررها تاني، لان المشاهد اللي قاعد بيتفرج علينا وبنتكلم في مجتمع المفروض يبقى فيه اخلاقيات، وبنبني دوله جديده حديثه أول شعار لها كده الأخلاق. الأخلاق ده كلمة، مش مجرد كلمة، فلازم كلنا نعمل كده. فإن شاء الله أنا وفريق العمل بوعد حضراتكم اللي هنكون صوت الأهلوية، وهنكون قدها وقدود، وهنساند النادي الأهلي دايما في الحق، مجلس إدارته، كل الألعاب اللي موجودة، كل ما هو أهلاوي. اسمحوا لي في البداية قبل ما أنسى، مضينا العقد مع شركة بريزنتيشن، الشركة اللي أنا من وجهة نظري عاملة منظر ولا أروع، حاجة مشرفة للنادي الأهلي، مع مجلس إدارة النادي الأهلي كمان عايزين يطلعوا قناة على أعلى مستوى، قناة تقدم محتوى يليق باسم النادي الأهلي وجماهيره. فمن هنا اتعاقدت، قلنا امبارح واجب عليا أشكر كل الصفحات الأهلوية، كل زمايلي النجوم في كل الأندية اللي اتصلوا بيا وباركولي على البرنامج، رابطة النادي الأهلي في فلسطين، المكالمات اللي جات لي من السعودية والأردن وفلسطين والإمارات. أنا بشكركم في أولى برنامج النهاردة على الدعم، وأوعدكم اللي هنقدم محتوى محترم يليق باسم النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. أنا دايما في البداية برنامجي بحب اللي أنا أدردش مع جماهير الأهلي شوية، والجملة الشهيرة ما بيني وما بينكم، قناة الأهلي دي بيتنا، فبيتنا كل الناس، قول رأيك، انتقد بس بأدب، وأنا بصمم على دي.
لان في وقت فيه سوشيال ميديا لما بتكتب اي جملة على النادي الاهلي بيبقى فيه امور صعبة جدا جدا، دور الاعلام يقوم الكلام ده. فعايز ارجع بيكوا كده من سنة، من سنة كنت بتفتح التلفزيون واللي كان بيتقال على النادي الاهلي الاهلي مخترق اعلاميا، الالعاب الجماعية فيها مشاكل كبيرة جدا جدا، انهيار في الالعاب الجماعية. لما نتكلم على فرقة الكورة، هو ايه اللي بيحصل في فرقة الكورة؟ فين البطولات؟ فين الانجازات؟ فين اللي انت بتكسب وانا مطمن؟ الاداء مش عاجبني. كل الكلام ده كان بيتقال من سنة. كنا ببرنامج الكورة والجماهير كنا بنقول جملة مهمة جدا، على الحلوة والمرة معاه، ده اللي الجمهور علمهن. ده واحنا بنلعب في عز ما انت بتفقد الثقة، جمهور الاهلي يهز الملعب على الحلوة والمرة معاه، هو شعار ولا مجرد اللي بتتقال الهتاف وبإخلاص ومساندة ودعم منك لكل الألعاب بتاعتك؟ حصل بعض الأمور للأمانة، وهكون أمين من أول يوم هقولها، اللي كان فيه الإعلام بيتداول النادي الأهلي بشكل صعب جدا، كان بيتقال انهيار الألعاب الجماعية. برنامج الكرة والجماهير من سنة كان بيقول للأهلوية ادعم فرقتك، لما يبقى فيه ثقة في فرقتك واللعيب يحسها، بدل ما هو هيرجع للبطولة بعد سنة، لا هتبقى ست شهور، هتقلل التايم والوقت. كنا بنقول كده لكل الجماهير، في البعض استجاب والبعض استمر على النهج اللي هو يوقع في فرقته وهو مش واخد باله، في كل الألعاب برضه. طيب قلنا ببرنامجنا اللي فيه تدعيم للسلة، تدعيم للطايرة، تدعيم لكرة اليد، مجلس الإدارة مركز اللي يرجع الألعاب دي نبقى ملوك الصلاة زي ما انتوا بتحبوا تسمعوا الكلمة دي. إيه اللي حصل؟ الحمد لله رب العالمين، اللي أنا في التوقيت هنا في شاشة الأهلي النهاردة اللي كنا بننصح بيه جماهير النادي الأهلي حصل. بطولة السلة، الصورة أمام حضراتكم، بطولة السلة اللي هي أول مرة تدخل في تاريخ النادي الأهلي قدام فريق أنجولي بيضم 5 أو 6 لاعبين من المنتخب الأنجولي، فريق بيجيب ثلاثيات من كل مكان، كنا بنروح وبنتفرج وبنتابع. ايه اللي حصل؟ الاهلي حقق السله وحقق البطوله الغاليه. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب الدعم والمسانده من الجماهير اللي انتوا شفتوها. اللي بيحصل بعض الاخطاء هننتقدها هنا ومش هنقبل بيها ابدا، مش هنقبل غير اللي انت مسانده ودعم لكل الفرق بكل قوه، انا معاك، لكن اللي هيخرج عن النص هيبقى فيه انتقاد شديد اللهجه. الصوره اللي كانت امام حضراتكم من شويه، جمهور الاهلي العظيم من وجهه نظري الشخصيه بكلام المدير الفني الكابتن طارق خيري وبنجومه طارق الغنام وبكل النجوم اللاعبين اللي كانوا في شاشه الاهلي واقروا اللي انا هقوله دلوقتي، لولا جمهور النادي الاهلي كانت البطوله دي بعيد عننا جدا، ودي حقيقه، لان كان النادي الاهلي بيقابل تيم قوي جدا جدا. فيبقى احنا صح، يبقى احنا لما نتكلم المنظومه في النادي الاهلي هي ترس، ترس فيه لاعبين وفي اجهزه فنيه وفي مجلس اداره وفي جماهير، الجماهير هي اللي بتنجح، هي العامل المساعد لأي بطولة ممكن تتحقق، بدون الجماهير بيبقى في مشاكل كبيرة جدا جدا. طب دي فرقة السلة. طب نروح للسيدات، الكابتن حمدي الصافي. الكابتن حمدي الصافي بيلعب البطولة نهائي مع أحد الفرق الجزائرية الكبرى، والنادي الأهلي المباراة بتروح وبتيجي وجمهور الأهلي بينتفض، كنت بتابع الجماهير في أحد القنوات. جمهور الاهلي بينتفض، بيخلي اللاعبين بترجع للمباراه بمنتهى السرعه. طب ايه اللي موجود في في انسه موجوده محترفه من البرازيل، ايه الشامي بتتالق بتحصد كل الجوائز، الشروق موجوده، مريم متولي موجوده، مريم الليبرو موجوده، مجموعه من اللاعبين بيحققوا البطوله دي بقالهم سنين طويله. ايه راي حضراتكم؟ نساند وندعم بالشكل اللي كان فيه جماهير النادي الاهلي المحترمه المحترمه، ولولا الجماهير لما تحققت البطوله، ولولا دعم مجلس الاداره ما كانش هيبقى فيه بطوله. الحمد لله قلنا الكلام ده من سنه. طب نروح لفرقه الكوره. انا عامل حصاد بسيط جدا جدا لفرقه الكوره. النادي الاهلي بعد دور اول في القياده الفنيه للكابتن حسام البدري، المركز الأول، عدد النقاط 45 نقطة، عدد المباريات 17 مباراة،
هدافي هدافين الفريق مؤمن زكريا عبد الله السعيد، كل واحد جايب 6 اهداف. اللاعب اللي شارك اكتر لعيب شارك في المباريات كلها سعد سمير، وهقف عند سعد. هو سعد في وجود الكابتن حسام لعب، قبلها كان سعد فين؟ اللي كان بيلعب كان رامي وكان احمد حجازي، وكان بعيد جدا سعد ونجيب كان. لكن النهارده بصوا نسبه المشاركه مين؟ ده معناها حاجه بالنسبه لي، الاخلاص، التمرين بمنتهى الرجوله، لما تجيلي فرصه امسك فيها. رساله لكل اللاعبين، رساله من سعد سمير لكل اللاعبين اللي عايز يلعب يتمرن كويس يخلص في ادائه، روحه مع فرقته بتبقى كويسه، وده اللي بيعمله سعد. عشان كده النهارده سعد فين؟ في منتخب مصر. اروح لعدد اللاعبين اللي سجلوا، عدد اللاعبين اللي سجلوا في مرمى النادي الاهلي. لا، الاهداف اللي جت في النادي الاهلي 4. ال 14 مباراه لعبها النادي الاهلي الشباك نظيفه. الاهداف اللي جت في النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم 4. عدد الانتصارات 14 مباراه. نسبه الانتصارات 82%. الهزائم 0. عدد التعادلات 3. تعادل ايجابي مره واحده، تعادل سلبي مرتين. ضربات جزاء للنادي الاهلي 7. ضربات الجزاء المسجله 5. 2 ضربات جزاء مهدره للنادي الاهلي 2. الاهداف القاتله سجلها النادي الاهلي في الدقيقه 87 حتى نهايه المباراه 3 اهداف. لكن انا عايز اقول حاجه على النادي الاهلي في الاهداف. على مدار التاريخ من 1907 انشاء النادي الاهلي للنهارده داخلين 2017، 35 او 36% من اهداف النادي الاهلي في الربع ساعه الاخيره. دي رساله واضحه للاهلاويه ولكل الفرق اللي بيقابلها، تفضل مفتح عينيك مركز لغايه لما لعبت النادي الاهلي تركب الاوتوبيس بتاعها. ده اللي انا اعرفه، اللي انا شايفه من الارقام دي. انا بدي لحضراتكم احصائيه سليمه 100%. 36 او 37% على مدار التاريخ النادي الاهلي بيقدر يحسم اهدافه في الربع ساعه الاخير او في الاوقات او في الربع الاخير من المباريات. عدد الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي في الشوط الثاني 22 هدف. عدد ضربات الجزاء اللي احتسبت ضد النادي الاهلي 3. دي ارقام بسيطه جدا، حبيت ده حصاد لفرقه الكوره. طب ايه راي حضراتكم؟ مش المسانده والدعم واللي انا ساند مجلس ادارتي واللي انا ساند جهازي الفني واللي انا ساند لعبتي بيخليك المكانه بتاعتك فين؟ في المركز الاول بالارقام اللي انا قلتها، احسن دفاع من اقوى هجوم موجود، افضل فرقه قدمت كوره الدور الاول فريق النادي الاهلي بالترتيب زي ما بقول، فريق النادي الاهلي بعديه المقصه بعديه المصري بعديه نادي الزمالك. ده من وجهه نظري، لان حصل تذبذب نادي الزمالك، وده ما يقللش ابدا عشان البعض اللي بيزيد على كلامنا. نادي الزمالك بنقول في برنامج الكوره والجماهير، نادي الزمالك قلعه كبيره عنده جماهير بالملايين، ما نقدرش نقول غير كده، وعلينا ان احنا طول الوقت نحترم نادي الزمالك. ودي رسالتنا من اول يوم، عشان البعض اللي حاول يعمل عبث او يوتر العلاقه ما بيننا وما بين نادي الزمالك، ده مش بيحصل. الكوره في مصر بدون الاهلي والزمالك ملهاش اي معنى، بس في متعصبين وفي البعض بيستغل الامور عشان يعمل فتنه، والدنيا بتمشي معاهم كده، احيانا بيمشي معاهم الوضع بالشكل ده. لكن من وجهه نظرنا ان لا يصح الا الصحيح، لازم النادي الاهلي الكبير يحترم كل الانديه، وهو ده اللي احنا هنعمله، وهو ده اللي انا باكد عليه وقلته من البدايه. هنروح اسكندريه ونتكلم مع رئيس نادي الاتحاد، هنروح سموحه ونتكلم مع المهندس فرج عامر، هنروح لكل رؤساء الانديه ونتكلم ونحاول نخلي العلاقه مع كل الانديه محترمه. ده دورنا وده دور الاعلام، مش قناه الاهلي بس، المفروض تبقى كل القنوات. هو ده اللي انا كنت عايز اقول لحضراتكم عليه في فيديو مهم بالنسبه لي، عشان لما نلاقي حاجه كويسه بتحصل في بلدنا لازم نقولها. انا لخصت الموضوع اللي يخص النادي الاهلي اللي كان بيتقال من سنه، وبرنامج الكره والجماهير كان بيقول لكل اهلاوي ادعم ساند اقف جنب ناديك عشان الامور تتلم بسرعه، وده اللي حصل. بحيي جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي دايما، ممكن الكوره في المدرجات دلوقتي الدنيا صعبه شويه، القرار لسه ما خرجش للنور، ولكن جماهير النادي الاهلي دي على العين والراس، جماهير الاهلي على العين والراس، وجودها في اي ملعب بيفرق بشكل كبير جدا. واتذكر
واجب عليا في اول حلقه ليا اللي انا مباراه الصفاقس كنا رايحين ودخله صعبه جدا على النادي الاهلي وجمهور الاهلي كانوا 1000 واحد او 700 واحد كنا بنشوفهم من المدرج الواحد منهم كان ب 10000 كنا صوتهم بيخلينا نقاتل داخل الملعب فعشان كده جمهور الاهلي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا اتمنى اللي احنا ما نخرجش عن النص وانا عارف ان انتوا بتحترموني جدا وعارف ان انتوا بتسمعوا كلامي جدا وعارف ان انتوا بتحترموني جدا باكد تاني فعشان كده اتمنى ما نخرجش عن النص المنظر الجميل اللي شفناه في السله والطايره ومع السيدات مع كابتن حمدي الصافي ايه الروعه دي ايه الجمال ده ايه الجدعنه بتاعت الجماهير دي اتمنى ده الشكل العام اللي يبقى موجود فريق العمل بيبلغني دلوقتي الكابتن طارق الغنام معانا واحد من نجوم كره السله حابب اللي يعمل معانا مداخله كابتن طارق مرحب بحضرتك الف مبروك على دوري المرتبط الف مبروك على بطوله افريقيا كابتن طارق الله يبارك فيك يا كابتن شادي يعني انا مش عارف اقول لك والله اولا مبروك الف 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 مبروك انا كنت بقلب كده فلقيتك طبعا عودا حميدا ويعني دايما منورنا كده انا اكبر متابعين ليك عشان حضرتك تبقى عارف يعني ما بفوتش برنامج يعني الف الف مبروك ودايما كده مسيطنا واقف جنبنا وحبيبنا كابتن شادي والله العظيم مش عارف اقول لك ايه انا انبسطت جدا 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 ومليون مبروك على الرجوع الجميل ده اللي مشرفنا دايما كابتن طارق اكيد كلماتك انا انت عارف علاقتي بيك عامله ازاي وبشكرك على دعمك كمان خليني اقول لك اللي انتوا شرفتونا ورفعتوا راسنا اول مره في تاريخ النادي الاهلي تحققوا بطوله افريقيا للنادي الاهلي وترفعوا اسم النادي وتفرحوا جماهيركم حاجه مشرفه حاجه محترمه اكيد انت وكل اللعيبه ومع الكابتن طارق كمان حاجه فعلا تشرف كل اهلاوي والله الحمد لله طبعا ده فضل من عند ربنا طبعا توفيق وحاجه نهديها لجماهيرنا ونهديها للنادي اللي فضل علينا كلنا وحاجه تكتب في التاريخ طبعا لان حضرتك عارف الموضوع ده في السله مش سهل يعني فطبعا الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله رب العالمين التوفيق من عند ربنا وان شاء الله نحاول نقدر على قد ما نقدر نكمل على كده السيزون ده باذن الله رب العالمين يعني كابتن طارق تألقت كمان في بطوله افريقيا وكان رجوعك للنادي الاهلي اتذكر في يوم من الايام كده قبل ما تروح النادي الاهلي كان في مشكله وكنت في نادي الجزيره تمام وكان في مداخله انا على المستوى الشخصي مش عايز اذكرك بيها بس انا مستحيل انساها قد ايه انتمائك وحبك للنادي الاهلي ودموعك معايا وكنت قلت لي انا عايز ارجع لازم ارجع افنش او اختم داخل النادي الاهلي دي من ما تطلعش لغير من واحد اهلاوي هقول لك بلغه الشارع اللي احنا دايما بنحبها واللي احنا خارجين من 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 الناس البسيطه اللي هي ما عندهاش اي عقد ما تطلعش غير من واحد راجل جدع عارف يعني ايه قيمه النادي اللي هو اتربى فيه. والله يا كابتن شادي يعني النادي الاهلي ده بالنسبه لنا يعني فعلا الواحد مش هقول بيته بيته دي يمكن كلمه قليله يعني الواحد ما بيطلعش بره النادي بيحس ان هو ناقصه حاجه يعني كانوا 3 سنين الحمد لله عدوا على خير والواحد الحمد لله برضه عمل اللي عليه ودي زي ما قلت لك قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي تعودنا عليها دايما والحمد لله انت تخليك هنا بس كده ايه وواقف جنبنا دايما وانا بتشرف يعني صداقتي الشخصيه معاك ودي حاجه شرف ليا وشفتك متابعتك معانا في البطوله ووقفتك جنبنا ويعني وبشكرك عليها جدا يعني جدا 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 ودايما بالتوفيق يا رب يا رب بالتوفيق دايما يا رب كابتن طارق الغنام واحد من نجوم كره السله بشكر حضرتك شكرا جزيلا كان معانا كابتن طارق الغنام انا بشكره على اللي هو داخل يبارك لي واخ وانا بحب دايما كل واحد غيور على فانيله النادي الاهلي بالنسبه لي كابتن طارق الغنام انا سعيد جدا 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 برجوعه النادي الاهلي. طيب كمان عشان ما انساش فريق كره اليد حقق بطوله افريقيا انجاز كبير جدا جدا انا ببارك لهم مره ثانيه عشان دايما عندنا كده النادي الاهلي الانتصارات كتير. فلما بتيجي بطوله ممكن الاعلام يغفل شويه لكن احنا هنا لا ما بننساش ابدا فريق كره اليد انا بحييهم وببارك لهم على كمان بطوله افريقيا. انا عندي انفراد جاي بيه للاهلاويه. تسمعوا الانفراد دلوقتي ولا اطلع فاصل؟ المخرج طلب مني فاصل، نروح لفاصل واستنوا مني انفراد الكره والجماهير النهارده هقول لكم الصفقه الاهلاويه مين.
كنت قبل الفاصل قلت لحضراتكم هتكلم على صفقات النادي الاهلي الجديده، بس اسمحوا لي قبل ما اتكلم على صفقات النادي الاهلي خليني اقول اللي دايما في برنامجنا كره والجماهير هيبقى معانا نجوم النادي الاهلي. النهارده ضيف الكره والجماهير مؤمن زكريا، واحد من نجوم النادي الاهلي. لما نتكلم على الارقام والاهداف اللي حققها مع النادي الاهلي في سنتين، انجاز بكل المقاييس. كل الكلام ده هيبقى مع نجمنا النهارده وضيفنا النهارده مؤمن زكريا. ابعتوا لنا على صفحه الاهلي تي في اللي حابب يسال مؤمن، كمان ابعتوا لنا على صفحتي الخاصه شادي محمد، هناخد كل رسائل كل الاهلاويه النهارده وغير الاهلاويه. خلينا اتكلم على الانفراد. كابتن حسام البدري من بدايه ما تولى المهمه الفنيه لغايه اللحظه دي النهارده، بنتكلم 6 7 شهور، انا سمعت في كل البرامج لغايه النهارده 47 لاعب، ممكن اقولهم بالمناسبه 47 لاعب. طيب الاهلي النهارده جاب واحد من ال 47، هي فين فكره الانفراد هنا؟ ما انا برضو فيا مخ زي جماهير الاهلي عايزه تطمن مين اللي جاي النادي الاهلي، عايزه تعرف مين اللي جاي النادي الاهلي، وده شيء جيد وشيء يحترم، بس يكون اللي بيقول تبقى الحقيقه نسبتها 100%. لكن النهارده لما انا اجي اقول وبتفرج في الاعلام كله لغايه اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها 47 لعيب انضم للنادي الاهلي، وقبل الاستبدال الاهلي كان محتاج مكان واحد. لما اتفتح الاستبدال بقوا 3 منهم واحد اجنبي. فلما بقى يجي واحد من اللي اتقالوا من 47 ده يبقى انفراد؟ معرفش، بسيب حضراتكم دايما الحكم، وبحب اللي انتوا تفكروا معايا مش تاخد مني الكلام ويبقى مصدق دايما، بنحب نفكر. الصوره اللي امام حضراتكم يقينا كالعاده، فاكرين الصوره لما عرضنا السبع صفقات قبل الاهلي ما يتم الصفقات بثلاث اربع شهور، وقلنا الاهلي هيبقى فيه سبع صفقات من العيار الثقيل، البرنامج الوحيد اللي عمل في مصر كده، وقعدنا نظهر لحضراتكم لاعب لاعب يكون او انضم بالفعل للنادي الاهلي. الصورتين اللي امام حضراتكم في لعيب انضم بالفعل مصري النهارده بالفعل انضم، لكن انا ما اقدرش اقول حاجه للامانه، انا اكيد عارفه واكيد نفسي اقول للاهلاويه واكيد نفسي انفرد واكيد نفسي كل الاهلاويه يثقوا في البرنامج اكتر واكتر واكتر، لكن بطمنكم اللي فيه لاعب اجنبي في خلال ايام هيكون موجود النادي الاهلي. اجنبي افريقي منين هنقول، عنده كام سنه هنقول، عقده اخذ قد ايه العقد، كل ده هنقوله في برنامج الكوره والجماهير. بس دايما هي دي فكره الانفراد. هتقولي ما كده كده الاهلي هيجيب لاعب اجنبي، او كده كده النادي الاهلي هيجيب لاعب افريقي. طب ما احنا عارفين، امال انا بقول لحضراتكم اهو اللاعب المصري مضى بالفعل، ممكن على الحلقه الجايه نقول لحضراتكم هو مين بنسبه كبيره جدا. اللاعب الاجنبي قدامه اربع في الرتوش الاخيره بيتفقوا مع النادي بتاعه العقد قد ايه، الامور دي كلها البسيطه اللي حضراتكم بتحبوا تعرفوها في الاخر. لكن الانفرادات مش زي ما انتم شفتوها على مدار الست سبع شهور. الانفراد زي ما بقول لحضراتكم كده اللي احنا نقول مين ومين اللي جه واسم اللاعب، لكن اجي اقول 47 لاعب وفي الاخر لما يجي اللاعب ده يبقى انفراد، لا انا ما اقتنعش بكده وما صدقش بصراحه. طب ما هو اكيد هو واحد من ال 47 المصري، عشان ايه ما نفسي اقول لكن مش قادر اقول. لكن اللعيب بالفعل لعيب مهاري بيلعب في كذا مكان تحت راس الحربه، بسهل عليكم اهو عشان كده لو حد بقى قال لي انت قلت، لا انا ما قلتش، انا عايز الجماهير تفكر معايا. فبالتالي مبروك الصفقه، اللاعب المصري بقت موجوده في النادي الاهلي وهنقولها الحلقه الجايه. في لاعب افريقي ان شاء الله في خلال اربع ايام هيكون موجود داخل النادي الاهلي وهنقول له حضراتكم التفاصيل كلها. ده اللي انا اقدر اقوله، ما تسمعوش ما تشغلوش بالكم ما تشغلوش بالكم التشتيت. عندنا برضو تيم قوي جدا جدا جدا، خلي بالكم. هو اللي انا هقوله ده ما ينفعش اللي انا اقوله كاعلام اهلاوي او كاعلام داخل النادي الاهلي. اتمنى من الكابتن حسام البدري، وانا اعلم تماما علاقتي بالكابتن حسام البدري عامله ازاي، كلها موده وبطولات وانجازات واخلاص. فانا بحكم رساله من الاهلاويه كتير
قالوا لي اول يوم عايزينك تقول دي، فانا قلت لحضراتكم من شويه كلمه بحبها وبطمن وانا جاي في الطريق. لما قالوا لي كده انا كنت اسعد واحد في العالم، ما اكذبش عليكم انا كنت جاي متوتر شويه، لان الطبيعي مهما كان عندك خبره وبتدخل مكان جديد زي لعيب ما بيلعبش مباريات كتير جدا فبينزل ممكن يعمل اول باص خطا تاني باص خطا، فدعم الاهلاويه ويقول لك انت صوت الاهلي وصل للكابتن حسام الرساله دي، انا والله ادتني ثقه كبيره جدا جدا جدا. فبالتالي رساله الجماهير للكابتن حسام البدري، محمد حمدي زكي، صالح جمعه، اللعيبه المنضمه حديثا، حسين السيد اخد ماتشات ابتدى يزيد، اللي ما تستغناش عن محمد حمدي زكي لانه لعيب لما اخد فرصه كان كويس واثبت اللي هو لعيب كويس رغم اللي هو كان بعيد جدا جدا، وده رايي كمان انا شخصي زي الجماهير بالظبط. الله اعلم، انا ما اقدرش اتدخل في قرار الكابتن حسام ولا اقدر املي اي حاجه، بس انا بوصل صوت بعض جماهير الاهلي اللي قالوه لي. دي واحد. طيب محمد حمدي زكي سيبناه، مين افضل منه في مكانه في مصر؟ يقينا جوايا مفيش، مفيش في مكانه. طب ما لكن امكانياته، وانا اثق دايما في اللعيب اللي بيشيل فرقه، وهو كان في نادي الاتحاد محمد حمدي زكي كان لعيب هداف الفريق، راح منتخب مصر، راح منتخب اولمبي، واللعيب اللي بيروح منتخب اولمبي ومنتخبات ناشئين ده بيبقى اهلي وزمالك. خدوها مني قاعده، اللعيب اللي بيلعب منتخبات ناشئين وهو صغير ده بتلاقيه في الاهلي وفي الزمالك، دي قاعده، بيتحمل مسؤوليه، بيتحمل تيشيرت منتخب بلده، بيقاتل داخل الملعب عشان يحافظ على مكانه، خصوصا اللي الفروق كبيره ما بين انديه كتير والنادي الاهلي. النادي الاهلي التارجت بتاعك طول ما انت ماضي العقد بتنزل من بيتك هدفك واحد، الانتصار، البطوله، القتال، تفرح جماهيرك، اتقالت لكل الاجيال، والعبد الله اللي قدامكم كان بيتقال له كده 12 13 سنه. فانا مش صالح جمعه مرتبطه وهكون امين وصالح من اللعيبه اللي دخل قلوب الاهلاويه من قبل ما يلعب، لعب ماتش خلاص دخل القلب، في هو كده ده الحب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر يتدخل فيه ابدا مهما قعدت تقوله ومهما قعدت تنتقد ومهما قعدت تقول بره الملعب بيعمل ايه وجوه الملعب بيعمل ايه، خلاص الجماهير بتحبه مش بايدينا. لكن نصيحتي وبقولها لك بكل اخلاص لصالح، النادي الاهلي نعمه كبيره، لما لو رجع بيا الزمن همشي من النادي الاهلي اعتزل مع احترامي للانديه اللي لعبت فيها، ومش باجي اقول الكلام ده كده النهارده، الفكر مختلف والثقافه مختلفه. النادي الاهلي انت رايح تفكر في الكوره فقط، ولا بفكر في مرتب، ولا بفكر في لبس، ولا بفكر في اي حاجه غير اللي انا رايح اسعد جماهير واركز في ملعبي عشان في لائحه، الخطا خطا والصح صح يطبق عليا. فبالتالي انا رسالتي لصالح، لعيب امكانياتك عاليه جدا، بتنزل اللعيب اللي في مصر في رجله الكوره بيودي راس الحربه في اقل في جزء من الثانيه شمال ويمين، حافظ على الموهبه دي، حافظ على النعمه اللي انت موجود داخل النادي الاهلي، حافظ على حب الجماهير. نصيحه من البرنامج ده، لانه فعلا بالفعل لو برنامج وكل فريق العمل وكل اهلاويه بيحبوك، فاتمنى انت اللي تجبر المدرب دايما. المدرب يا جماعه مفيش مدرب في العالم يبقى عنده لعيب هيكسبه وهيخليه جنبه، مستحيل. ده مستحيل ايه؟ ده هتلاقيه بيتحط والفرقه بتتحط وراه، بس ما يقدرش يقول للاعب كده خصوصا في النادي الاهلي. فده تمني نصيحه مننا لصالح، لان دورنا نبقى ظهرك وبنحميك وبنقف جنبك وفي نفس الوقت بننصحك. انا دايما بحترم اللعيب اللي النقد يقبله البناء، وفي نفس الوقت اللعيب بيقبل الاشاده. هو ده اللعيب اللي عنده ثقافه، اللعيب اللي بيفكر، اللي عايز. فاتمنى من صالح حافظ على النعمه اللي انت فيها، النادي الاهلي ده نعمه كبيره جدا جدا. اسال الملايين في الشارع وانت ماشي نفسك تلعب في الاهلي، هتلاقي كل اب وكل ام نفسهم ابنهم يكون موجود داخل النادي الاهلي. ولاعيبه ثانيه كتير، لكن انا مش بملي حاجه، انا بتكلم على نوعيه لعيبه عندها مؤشر كويس وعندها امور كتير جدا كويسه. ف اكيد طبعا غير المجموعه الاساسيه اللي كابتن حسام البدري بيعمل الروتيشن داخل الفريق عشان عارفين ان النادي الاهلي كان بيلعب كل 3 ايام مباراه.
من ضمن الفقرات الجديدة في برنامجنا. اتكلم كتير، هسيب حضراتكم تتفرجوا وتشوفوا. دورنا، افتكروا الكلمة اللي أنا قلتها في بداية الحلقة. النجم الأوحد غير موجودة عندنا في البرنامج من أول يوم لغاية آخر يوم. كل واحد لبس تيشيرت النادي الأهلي، عرق فيه، أخلص بيه، احترم جماهير الأهلي، وحقق بطولات وإنجازات، لازم إحنا اللي هنروح، إحنا اللي هنروح. النهاردة معانا واحد من أمهر لاعبي كرة القدم في مصر، معانا واحد كان جيل عباقرة في الكورة، واحد ممكن ظروفه الصحية صعبة شويتين، لكن ما تتخيلوش لما شفنا ما كناش رايحين في الأساس نسجل، لما شفنا الروح المعنوية بقت عاملة ازاي، لما شفنا السعادة والابتسامة اللي في وشه عاملة ازاي. مش عايز اطول على حضراتكم، التقرير ده مهم لكل اهلاوي، خصوصا الشباب اللي طالع. اعرفوا نجومكم القديمة، اعرفوا تاريخكم عامل ازاي، اعرفوا قد ايه النجوم دي ضحت في حياتها عشان اسم النادي الاهلي يبقى فوق ببطولاته وبانجازاته. هسيب لحضراتكم التقرير ده وهنرجع نقول كلام مهم جدا جدا. دايما في برنامجنا من اول يوم، وهيبقى اساسي في برنامجنا، ان نجوم النادي الاهلي ورموزه يبقى موجودين معانا. والفكرتنا النجوم لازم بنفتكرها او نكرمها وهي مش موجوده معانا، لكن احنا هنبقى ضد الكلام ده، وهم موجودين معانا هنكرمهم، وهم موجودين معانا هنقول لكل الاجيال اللي ما شافتهمش اللي هم حققوا انجازات وبطولات ورفعوا اسم النادي الاهلي بشكل كبير جدا. عشان كده واجب علينا اللي نيجي لنجومنا ونروح لهم بنفسنا ونعمل معهم حوار ونكلم الناس عن تاريخهم وبطولاتهم. نجمنا النهارده طبعا عبد الحليم، يلعب كوره طويله. كم ده؟ هو جول؟ كابتن صفوت عبد الحليم، برحب بيك في قناة النادي الأهلي، وعايز اطمني عليك وطمن جماهير النادي الأهلي على حضرتك. والله يعني صفوت جرب مخ اصابت ايدي وايدي شمال، مش عارف. بس دلوقتي حضرتك احسن؟ كتير يعني، الحمد لله. كابتن صفوت، حضرتك كنت كابتن النادي الأهلي 8 سنين وحققت بطولات وانجازات مع النادي الاهلي، الجماهير كانت بتقول لك ايه وانت واحد من نجوم النادي؟ والله الحقيقه شفتي سنه بنيا وده بسد ايدي طبعا. البنايا اللي انا صغيره حتى لازم نعرفش في كلام علينا عليها. كمان انا عايزك تحكي كابتن صفوت الجيل بتاعك، المواقف مع الجيل بتاعك، لو متذكر اي موقف وانتوا بتلعبوا مع بعض في معسكر في سفرية، عايزين نعرف الكلام اللي محدش سأله لك قبل كده. وانا السفريات او المواصلات المعي اظن اللي خطيب وانا بس ما ينامش معاه. انتوا مع بعض في غرفة واحدة؟ هو مش همش ينام خالص. كان بيسهر؟ وبيسهرك معاه؟ مش هنا معاه، يقول لي مش هنا معاك. كابتن صفوت، مين من جيلك كنت بتحب تلعب جنبهم وبتستمتع وانت بتلعب جنبهم؟ كان في طارق الشيخ. طارق الشيخ لعيب كويس قوي يعني، وكان في شطه طبعا كان بيشيلنا. انا عارف من اكتر الناس اللي بتجيلك الكابتن شطه، لما بيجيلك بيقول لك ايه؟ شطة ده أغرب الأخ
اكثر من اخ. بين السوداني ده ما هو مصري وزينا زينا زينا كل اسبوع عايز ايام يكلمني التليفون لو ما يجيش يجي هو. طبعا مش مصدق ان شاطر يعمل كده. نجوم جيلك بيجولك بيتكلموا معاك، قول اي حد، افتح قلبك، احنا قناه النادي الاهلي دي بيتنا. عايز تقول لجيلك ايه وزمايلك اللي انت لعبت معاهم وحققت معاهم بطولات، والجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي على مدار السنين بتعشق لعبتها. كانت برضو يعني هدفي كمان الاساسي اللي انا مش عايز ابعد عن السؤال، ان تحيات كل الاهلاويه للكابتن صفوت عبد الحليم اللي هو واحد من امهر لاعبي كره القدم في تاريخ مصر مش النادي الاهلي بس. والله في لعيبه بيشتغل عندنا كل يوم. مين؟ زيزو وعبد الباقي، احمد عبد الباقي، في جطه، في خطيب. كابتن صفوت بتتابع مباريات الدوري دلوقتي؟ طبعا ماتشات الاهلي كلها. كل ماتشات الاهلي؟ كلها طبعا. ايه رايك في اداء الكابتن حسام البدري ولعبته في الدور الاول؟ حسام البدري يعني عمل طفره فيهم، خلوهم يناموا كل لعيب، كل واحد في مركزه حافظ بيعمل ايه. اللعيبه كلها كويسه جدا. بتشوف مين من اللعيبه دلوقتي صفوت عبد الحليم؟ وقفل الشيخ وبقى الاهلي على عبد الله محسن، عبد الله سعيد. عبد الله سعيد، عبد الله سعيد. كمان محمد الشيخ مش في الاهلي دلوقتي، هو راح اعاره المقصه، عايزه يرجع؟ لازم يرجع، لازم يرجع. يقول ناس حربة بيلعب مع الكورة كتير، شايف الملعب كويس، بيلعب كلها بيروح على الجول. الكابتن صفوت عبد الحليم اللي انا بعتبره رمز من رموز النادي الاهلي، وواحد من اللعيبه اللي كان حريف ومهاري، اتعلمت ايه من النادي الاهلي؟ عايز اعرف من حضرتك ايه اللي انت اتعلمته من النادي الاهلي؟ اتعلمت من النادي المبادئ، لعيب مبدا كره للكره، مفيش تفكير في حاجه تانية، كره للكره بس. يعني ايه كره للكره؟ طبعا مقولناش فيها فلوس، بنسميها لعيبه ببلاش. لما لعيبه تقعد الافات وملايين، احنا بناخد ملاليم. كنت بتاخد ملاليم وبتلعب الكوره للكوره، واخلاص اللي انت تكسب بس، ده اللي انت بتقوله. بس هو ده بس. ما كنتوش بتفكروا انا معيش فلوس وعايز اتجوز، عايز اجيب عربيه، عايز ابني يبقى عندي اسره؟ ده من كان بتفكروا فيه، ولا كان هدفك مع النادي الاهلي ان انت تحقق معاه بطولات؟ لا هو انا بس نحقق بطوله ونعمل الماتش كويس بس. تحقق بطوله وتحقق ماتش كويس. افضل ماتش لعبته في تاريخك ما تنساهوش ابدا من وجهه نظرك؟ كسبنا الزمالك 4-2، وكنت انا بخش كابتن حسن حمدي، كسبنا الماتش 4-2. كسبتوا الزمالك 4-2، ده افضل ماتش انت لعبته في تاريخ النادي الاهلي. الزمالك بالذات. مين اللي جاب الاهداف؟ مصطفى عبده وغمام الحبيب كان في الاهلي، وغمام الحبيب والخطيب وطارق يوسف. المباراة دي كانت سنة كام؟ 78. 78. كابتن صفوت، مباريات الأهلي والزمالك عند جماهير الأهلي وعند جماهير الزمالك ليها طعم تاني. اللي أنا عارفه اللي أنت فيه رقم كبير جدا جدا، أنا مذاكر شوية مش هقول، عايز أسمع منك. لعب الزمالك 18 مرة ما تخسرتش ولا ماتش. 18 ماتش ما خسرتش ولا ماتش؟ ولا ماتش. ولا ماتش. ده رقم كبير جدا. طب انت في حياتك اخدت كام انذار؟ مرة واحدة بس. مرة واحدة انذار؟ وقلت انذار ايه؟ كابتن محمود عثمان اعتذرنا بعدها. كابتن محمود عثمان؟ هو وسمير علينا الايام دي برضه. لا اعتذرني بعدها، كلمني في التليفون قال انا اسف
ما شفتش الكره لعيب جوال. يعني اداك انذار ظلم واتصل بيك الكابتن محمود عثمان اعتذر لك ان هو لما شاف اللعبه حس ان هو ظلم، صح كده؟ اه. كابتن صفوت، جماهير النادي الاهلي انت عارف بالملايين في كل مكان وعمرهم ما بينسوا نجومهم، ودورنا النهارده موجودين عشان نقول للاجيال اللي موجوده، ودور برنامجنا طول الوقت موجود عشان يقول اللي جيل النادي الاهلي مش واحد ولا اتنين، الاجيال كلها بتسلم بعض، بتسلم بعض البطولات والانجازات والنجاحات. ده اللي احنا اتعلمناه، وده مبدا من المبادئ اللي انت بتحبها في النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي اكيد الاجيال الصغيره احنا بنعرفها بيك اكتر اكتر، اللي انت واحد من امهر لعيبه كره القدم اللي لمسوا كره القدم. زمان الجماهير عملت معاك ايه او كانت علاقتها معاك ايه؟ كل الكلام بيسلم عليا، واحد في الشارع بيسلم عليا. انا اقول لك حاجه، اغلى هديه اغلى هديه ايه؟ واحد على باب الله شيل الكوفيه بتاعت الدهب. واحد طيب اشترى لك كوفيه وجدها لك، هو حارسها مش هديه، ده انا بقى انا ما عنديش هديه دهب. قال لك واحد طيب ظروفه الماديه مش كبيره، لابس كوفيه قلعها لك وقال لك انا ما عنديش حاجه اديها لك غير الكوفيه، صح كده؟ جمهور الاهلي ده عظيم. طب انا عارف حاجه، في يوم بيقولوا الكابتن صفوت عبد الحليم الجماهير شالته على بره النادي، كان ايه السبب؟ لا شالوا العربيه. شالوا العربيه؟ لا. العربيه من ايه السبب؟ يوم كسبنا الزمالك 4-2. كسبتوا يوم كسبتوا الزمالك 4-2، يوم ماتش الزمالك اللي انت قلت لي كنت احسن واحد في المباراه، كسبتوا الزمالك 4-2، الجماهير شالوا الكابتن صفوت. معاك عربية ايه؟ 132. ايه ده انت ده كله كان معاه 28 زمان، مش معنى انت 132. 132 كان لونها ايه؟ اصفر. اصفر؟ عقدك كان كام في النادي الاهلي؟ 3 جنيه. الله، 3 جنيه؟ كابتن صفوت لو عايز توجه رسالة لجماهير النادي الاهلي الاول تقول لهم ايه؟ أنا مبسوط إن أنا معاكم المرة دي، وأبقى سعيد إن تسألوا عليا. تبقى سعيد لما يسألوا عليك. تقول إيه للجهاز الفني الكابتن حسام البدري ولاعيبته اللي موجودة معاك؟ أنا مرة شد حالكم وربنا يزهدوه ويعمل البطولة. تقول إيه لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي الموجود المهندس محمود طه؟ طيب انا ليا طلبين من الاهلي، بس الطلب الاولاني ان يرجعوا دول الاهلي، انما دول كذا سنه ومسافر المستشفى ما دخلتش النادي. ساعة لما دخلت المستشفى ما دخلتش النادي، صح كده؟ ليه ما دخلت؟ لا قد الاصابه والمستشفى حسبه قعدت 70 يوم بعدين خرجت غير. قعدت 70 يوم، يبقى انت بتقول الطلب الاولاني بتاعك عايز حضرتك واولادك النادي يعمل لك يبقى فيه عضويه عشان يدخلوا، عشان طبيعي اللي ده اسمك الكبير. ده الطلب. الطلب الثاني ايه؟ نفسي اشوف الكابتن محمود طاهر، مهندس محمود طاهر، وبيت على بلد. تمام. طلبين مقبولين جدا ومش صعبين. الكابتن صفوت عبد الحليم اللي هو واحد من كباتن النادي الاهلي ليه طلبين. الطلب الاولاني بيقول من ساعه لما كنت تعبان وعملت العمليه ما دخلتش النادي، فسالته ما دخلتش ليه؟ قال لي عشان انا عايز ابقى عضو انا واولادي وادخل النادي. طلب سهل جدا ومقبول. الطلب الثاني عايز يشوف المهندس محمود طاهر يجي يزوره هو ومجلس الاداره، ودي حاجه هترفع من روحه المعنويه. طلب مقبول جدا جدا جدا، وشايفه اللي هي حاجه مش كبيره، وحاجه في ناس كتير بيبقى ليها طلبات ماديه، وحضراتكم عارفين من غير ما اروح للامور دي كلها، ولكن
خليني اقول لك في النهاية انا اتشرفت بالحوار معاك. حضرتك قيمة ورمز من رموز النادي الاهلي. المرض وبيقوي واحنا عاوزينك كلنا. انا جاي لك برسالة مش من شادي وفريق عمل، وانا جاي لك برسالة من كل الملايين من الاهلوية جايين يقولوا لك عايزينك تقوم بالسلامة وتقف ونشوفك وانت تتفرج على الاهلي في الاستاد وتدخل النادي زي ما انت عاوز، لان حضرتك حققت انجازات وبطولات للنادي الاهلي، فاحنا جايين هنا ده واجب علينا. فحضرتك عايز تقول كلمة اخيرة، عايز تقول ايه؟ اتفضل يا كابتن. والله ما كان من النايب او جمهور الاهلي ان انا مبسوط ان سيد ده بيشنب بحاجة كبيرة جدا، ان مثلا جمهور الاهلي لسه فاكرنا. جمهور الاهلي لسه فاكرك وهيفضل فاكرك، لان جمهور الاهلي عمره ما بينسى اولاده. شرفتني ونورتني، وهنجيلك مش المره دي بس، هنجيلك على طول عشان ده واجب علينا زي ما قلت لحضرتك. بشكرك كابتن سعد. في نهايه لقائنا النهارده اعتقد الدور الاعلام الطبيعي مش خناقات وصراعات والكلام اللي احنا ياما اتكلمنا فيه، لكن حبيت ان انا ابتدي من اول يوم برساله. رسالتي اللي انا جاي بيها وبقدم بيها برنامجي في الشكل الجديد للنادي الاهلي، ان لازم نكرم رموزنا ونجومنا وهم موجودين. الفكر ده ما كانش موجود، مش موجود لغايه دلوقتي ومش النهارده ومش موجود طول الوقت. بنتكلم على فكره مهمه جدا جدا لا تتخيلوا. من قبل ما نسجل انا مش هكذب على حضراتكم، قبل ما نسجل الحاله المعنويه اللي جوه البيت، الحاله المعنويه اللي عند الكابتن صفوت، الحاله المعنويه اللي عند اولاده. انا اتشرفت بالحلقه دي، وفي حلقات بتبقى في ذاكرتك ما تروحش ابدا. حلقه النهارده دي في ذاكرتي مش هتروح ابدا، لان كل يوم او كل حلقات كتير هنسجل مع رموز النادي الاهلي اللي هم ولاده اللي حققوا بطولات وحققوا انجازات، وهنكرمهم وهم عايشين، وهنكرمهم وهم مش موجودين وسطنا، وهم حققوا بطولاتهم وانجازاتهم وولادهم يفضلوا فخورين بيهم. ونعرف جماهير النادي الاهلي الموجوده دلوقتي زي حلقه النهارده بواحد من رموز النادي الاهلي ونجومه، واحد من امهر اللعيبه في تاريخ مصر، الكابتن صفوت عبد الحليم. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا مع ضيف اخر من نجوم النادي الاهلي. شادي، انا من الناس اللي ما بتطلعش في الاعلام خالص، حتى لو كذا برنامج بيطلب مني بس انا ما بحبش، بس كان لازم اطلع اوجه له شكر ان هو يعني كابتن شادي كان جاي لنا في الاصل ان هي زياره اكتر ما احنا جايين نسجل، وجاي يعني جاي يطمن على بابا ويتكلم معاه وكده، فكان لازم اطلع اشكره. يعني هو لو هتمنى حاجه مثلا من النادي، هتمنى ان رئيس النادي باشمهندس محمود طاهر، مجلس الاداره مثلا، يجوا يشرفونا هنا، يقابلوا بابا، حاجه هترفع من روحهم معنويه، حاجه يعني هتحسسه بان هو لسه على تواصل مع النادي لغايه دلوقتي، باعتبار انه كان واحد من كباتن النادي لمده اكتر من 7-8 سنين، واخد بطولات كتيره معاه. كده حاجه يعني اتمنى ان هم يجوا يزورونا هنا، وحاجه هتفرق معايا. قبل ما اعلق على الكلام اللي اتقال سريعا، خليني اقول لحضراتكم بشكر اللي تعبوا جدا، احمد يحيى ومحمد دكروري اللي بذل مجهود كبير جدا، وكمان هشام محسن، عشان كل واحد ياخد حقه.
ممكن يكون في مشاكل في السور، لكن في بيتنا مقبول الكلام ده، مقبول اللي يبقى فيه حاله تعرضها يبقى لازم اللي انت تعرضه. وانا عارف اللي فيه مشاكل، وممكن البعض ينتقدنا، البعض انتوا فاهمين دايما في برنامج الكره والجماهير بيتصيد الاخطاء، ولكن في الوضع ده في كان لازم نسجل معاه وندي رساله للجميع. كم حد عمل حوار مع كابتن صفوت عبد الحليم خلاه اتكلم على زمايله بطريقه صعبه جدا، والاسئله مين بيجي لك مين ما بيجي. احنا ما بنعملش كده، احنا بنلم ولاد النادي الاهلي ونعرف الاجيال الجديده زي ما اتقال في الكلام. وكمان اتمنى من المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي ومجلس ادارته، الكابتن صفوت عبد الحليم واحد من امهر لاعبي كره القدم في تاريخ النادي الاهلي، اتمنى الاستجابه. بنتكلم في معنويات، مش ما فيهاش اي صعوبه للمهندس محمود طاهر يبقى متواجد ومجلس الاداره، وحاجه جميله جدا جدا. كمان الراجل من وجهه نظري ده طلب بسيط، لكن دورنا الاساسي هنبقى موجودين مع كل نجوم الاهلي على مدار التاريخ، احنا اللي هنروح لهم، وهي دي الفكره الجديده في البرنامج. احنا اللي هنروح لجماهير النادي الاهلي نتكلم معاها في الحاره، في الشارع، في كافيه، في مصر الجديده، زي ما قلت لحضراتكم في البدايه من اسكندريه لاسوان، ده واجب علينا. دلوقتي هنروح كمان لتقرير من الشارع سريع، نشوف جماهير النادي الاهلي قالت على الدور الاولاني، وبعدها استقبل نجم حلقتنا النهارده مؤمن زكريا، وهقول زي ما جماهير الاهلي بتقول له الحرق. رجعنا لكم تاني، لكن المره دي مش شارع. دايما بنسمع صوت الاهلاويه في برنامجي، يدخل مداخله على السوشيال ميديا نشوف ارائكم. المره دي قررنا ان احنا ننزل الشارع نسمع اراء الاهلاويه، هنسالهم بعض الاسئله على اللعيبه، عن الجهاز الفني، عن مجلس الاداره. كل جمهور الاهلي هيتكلم، هنروح كل مكان في اسكندريه، الاسوان، كل مكان هتلاقونا موجودين. هننزل نسال جماهير النادي الاهلي ايه اللي بيعجبها وايه اللي ما بيعجبهاش. انتظرونا مع بعض الجماهير بعد شويه، هننزل نعمل حوار من الشارع. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك عامل ايه؟ اخبارك كابتن شيخ؟ اهلاوي ولا ايه؟ اهلاوي طبعا، منذ الطفوله. بتتفرج على النادي الاهلي؟ طبعا. عجبك اداؤه الدور الاولاني؟ طبعا، ده يعني هو خسران 4 نقط بس الدور الاولاني، ده كفايه يعني. ايه رايك في اداء الاهلي الدور الاولاني؟ لا اللهم صل على النبي يا باشا، يعني بامان زي الفل يا باشا. مين اللعيب اللي بيعجبك؟ عبد الله السعيد. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ خالد. خالد؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. بتحب مين في الاهلي؟ لحد ده كان حبيبي الله يكرمك. بتلعب في الاهلي والزمالك؟ كنت بلعب الاثنين. ايه رايك في اداء النادي الاهلي الدور الاولاني؟ تمام. عجبك؟ جدا. كابتن حسام البدري عجبك مع الفريق وقيادته للفريق؟ فعلا اكيد. مين اللاعب اللي انت بتحبه؟ هو شريف اكرام. شريف اكرام، بتحب شريف؟ شخصيته قدرت ترجعه تاني لمستواه وافضل كمان. ان شاء الله، وان شاء الله المرات الجايه يبقى احسن. في لعيب تاني بتحبه؟ انت برضه حبيب الله يكرمك. احسن حاجه وانت بتعمل حوار مع الناس البسيطه ما عندهاش اي عقد، واحنا في حته شعبيه في اهلاويه وزملكاويه، هندخل نسمع اراء الناس كلها. وداخل على الحظ اهو طاوله 6-1، مش هنتكلم في الموضوع ده، بس خلينا نعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي. اهلاوي طبعا يا كابتن. عجبك النادي الاهلي الدور الاول؟ لحد ما. كابتن حسام البدري اضاف فنيا للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا، لان دلوقتي نص الفرقه كابتن حسام البدري، ومن يعني كفنيا وتكتيكيا كان كابتن حسام البدري اضاف كتير جدا للفرقه، لان في الوقت الحالي في بعد رمضان وبعض اللعيبه برده كعبد الله السعيد مش في مستواه، فيعني لحد ما كابتن حسام البدري بيحاول يمسك الفرقه من نص، بيحاول يخلي فيه التزام اكتر، وبيحاول يرجع اللعيبه كلها زي صالح جمعه ومحمد حمدي زكي وميدو جابر، وبيخلي واحده واحده اللعيبه كلها تشارك. مين من اللعيبه اللي عجبوك الدور الاول؟ محمد هاني واحمد فتحي. خلينا نروح نشوف صديقه، انت كسبان ولا خسران؟ كسبان يا كابتن. كسبان؟ ويكذب هتجد نكذب من اول؟ طب خليني اسالك نفس السؤال اللي سالته لزميلك، عجبك انت اهلاوي الاول ولا؟ اهلاوي طبعا.
عجبك النادي الاهلي الدور الاولاني؟ اه طبعا النادي الاهلي هو زي ما انت كنت بساله كابتن حسام بدري فعلا لسه كنت بقول لسه كنا بنتكلم اصلا الموضوع ده بقول له هو مدي روح للفريق مدي روح عاليه للفريق رغم ان احنا عندنا موضوع الهجوم يعني لسه مروان محسن برده مش في حالته قوي ولسه كنت يرجع واحده واحده بالظبط النادي الاهلي محتاج فيرويد قوي زي ايفونا يرجع تاني طبعا في غياب رمضان طبعا في كذا واحد بيعوضه طيب خليني اسالك مين اللعيبه اللي عجبتك الدور الاولاني طبعا انا مبسوط جدا من شريف اكرامي ان هو رجع لمستواه احسن من الاول كمان احلى حاجه بقى في المجموعه اللي انا داخل عليها بتذاكر وعايز اسالهم هل هم متابعين كوره ولا مركزين في المذاكره خليني اتعرف عليك عبد الرحمن محمد عبد الرحمن تشجع اهلاوي الاهلي عجبك الاهلي الدور الاولاني طبعا بالذات اخر ماتش ضد الزمالك مش معنى جبت ماتش الزمالك عشان كان في تشكيك في قدرات فرقتنا وكده وهم ظهروا بشكل حلو في ماتش الزمالك وادوا كويس خلينا نروح كده برضو عشان ما بتذاكرش معاهم ليه اه برضو متعايشين معاهم بتشجع بتشجع الاهلي بتحب مين في الاهلي الاهلي كابتن حسام غالي كابتن احمد فتحي السلام عليكم ازيك عامل ايه اهلا ولا زملكاوي اهلاوي طبعا اهلاوي اسمك ايه يوسف ايمن يوسف عايز اسالك متابع النادي الاهلي في الدور الاولاني طبعا ايه رايك في اداء لا الاداء النادي الاهلي بصراحه حسام البدري عامل معاه شغل جامد قوي خلينا نروح بقى لصاحب القهوه اللي احنا فيها انت اهلاوي ولا زملكاوي لا اهلاوي صميم اهلاوي صميم اه كل اهلاويه طبعا طب احنا بنتكلم من وقت صغير كان في مباراه الاهلي والزمالك الاجواء هنا بتبقى عامله ازاي لا الاجواء هنا بتبقى زحمه وكل ثلاث ارباع الناس مشجعين بتاعت الاهلي سكان توفيق ولا كرشة والناس دي كلها بتبقى موجوده والقهوه بتبقى زحمه عندنا جامده جدا خلينا ندخل جوه نسال اخر ناس في القهوه هم اهلاويه ولا لا السلام عليكم ازاي عامل ايه كله تمام هبوس سلام على الكابتن السلام عليكم اهلاوي عصبي جدا عصبي انا مرمي 6-1 بتحب اداء النادي الاهلي وبتتفرج عليه وعجبك ولا لا انا ماتش في حياتي كل ماتش كلها احبها بحب عماد متعب بحبه جدا تحب عماد متعب جدا وحب هو كمان بيحب هو ماهر جدا مقاطع عالية بحب ايه لف الجد واتخد ايه وشوت تاني لعب على طول بتحب عماد متعب بس ولا بتحب حد تاني لعبة تانية مين مؤمن مؤمن